حياكم الله مشاهدينا، خلينا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم، ورح نبديها من العاصمة الحبيبة بغداد. تسجل درجة الحرارة نهارا 49 وليلا 34، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن بغداد خلينا ننتقل ونكمل باقي محافظاتنا، وإلى ميسان درجة الحرارة نهارا 52 وليلا 32، والجو فيها صافي. أما في البصرة درجة الحرارة نهارا 52 وليلا 34، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وفي المثنى درجة الحرارة نهارا 48 وليلا 33، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. أما في ذي قار درجة الحرارة نهارا 51 وليلا 36، وكذلك الجو راح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. خلينا ننتقل ونكمل باقي محافظاتنا، وإلى بابل درجة الحرارة نهارا 50 وليلا 33، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. أما في واسط درجة الحرارة نهارا 51 وليلا 35، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. أما في الديوانية درجة الحرارة نهارا 50 وليلا 35، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. وفي كربلاء المقدسة درجة الحرارة نهارا 48 وليلا 33، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وفي النجف الأشرف درجة الحرارة نهارا 49 وليلا 34، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. خلينا نكمل إلى باقي محافظاتنا وننتقل إلى الأنبار. درجة الحرارة نهارا 46 وليلا 30، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن الأنبار رح ننتقل إلى صلاح الدين، درجة الحرارة نهارا 41 وليلا 24، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وفي ديالة درجة الحرارة نهارا 50 وليلا 31، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ورح نروح ونكمل إلى أربيل، درجة الحرارة نهارا 44 وليلا 28، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. أما في السليمانية درجة الحرارة نهارا 43 وليلا 22، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن السليمانية إلى دهوك درجة الحرارة نهارا 41 وليلا 26، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. أما في نينوى درجة الحرارة نهارا 45 وليلا 31، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى كركوك، درجة الحرارة نهارا 45 وليلا 29، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. مشاهدينا، هذه كانت حالة الطقس لهذا اليوم، شكرا.